Are you ready for that, inshallah? طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Let me recite the whole Fatiha first. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Again, the pattern, we have four patterns. The first one like this. الحمد لله رب العالمين. I'm going to repeat it. الحمد لله رب العالمين. Last time. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. تكبير. Now you have the first part of Nahawan. We have four parts only. That's the first part. MashaAllah. Let us do it last time, then we're gonna go to part two. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Second one الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم So you know, people better than German people. MashaAllah. Now, let us combine part one and part two together. Then we're gonna go to the third, then the fourth, inshallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Let us go to the third. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين Now make the three parts. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Again. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين This is the hardest one. Again. إياك نعبد وإياك نستعين 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 Now we're gonna make the whole maqam. Are you ready for that? Are you ready? Yes. I need an energy, please. Bismillah. Last time.
I'm doing one time, then you. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم طيب مقام النهوان from free town بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط Thank you so much. قاري ميكر powered by مقامات انستيتيوت.